ومتابعينا بصباحنا وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، ورح ننتقل إلى عالم الفن ونستضيف معنا اليوم الفنانة التشكيلية سماح زرزور لحتى نحكي أكثر عن بداياتها، عن المدرسة اللي متبعتها بفنها، ورح نحكي أكثر معها عن مشاركاتها أيضا ضمن يمكن دمشق وخارج دمشق. أهلا وسهلا فيكي سماح. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير سماح. صباح الخير. كيفك؟ تمام. خلينا بداية نحكي عن أعمالك اللي متعددة ضمن المدارس والأنشطة والمواضيع الفنية الكتيرة، خلينا نحكي عنها. هلا هو الفن إجمالاً هو بوح وفضفضة مشاعر دائماً بيوصلها الفنان للوحده، فدائماً كل حدا شو كل فنان شو بيميل شو الألوان، في ناس بيحبوا الألوان الدافية، في الألوان الباردة، فأنا معناتاً بميل للمدارس التعبيرية، كيف بحس حالي فيها بألوانها بجمالها بانسيابيتها، بالإضافة إلى المدرسة التكعيبية. فإنه نرسم نرسم نحن وقت يكون نحن جعبانة نرسم ننزل. عم نشوف هلأ جزء من لوحاتك عرضنا. تمام. سماح، خلينا هيك نحكي عن دراستك، عن بداياتك، يمكن كيف ليش اخترتي الفن التشكيلي؟ ليه ما خليتيه هواية ولكن انت اختصيتي بالجامعة ودرستي؟ هلا هو الفن ببلش دائما من طفولته الواحد، شو اللي له موهبة ميوله هو انا بلش معي من صغرتي، وعلى كبر بقى بلشت انه نمي هالموهبة. وقت هو دائما الموهبة اول شيء نحن بنحبه والهواية بنعطيها من قلبنا، بنصير ندور على وقت لنعملها، يعني وقت فضانا بنسرق حالنا سرقة لحتى نساوي الشيء اللي احنا بنحبه. فهو كان شيء مفضل ومحبب إلي، فدرسته يعني بتكنيكاته بأساليبه وحبيت كفي فيه. أكيد من أنت وصغيرة كان في حدا سلقاكي ونما هي الموهبة عندك ولا لحالك؟ أكيد صراحة الأهل بضاف للمدرسة اللي كنت فيها، أنت بالسعودية، فهني كتير بيهتموا بموضوع الخط، موضوع الزخارف والرسم، فكنت دائما انا استلم هيك اللوحات الحائطيه، المواضيع اللي هيك قصص. عم نعرض هلا شوي من اعمالك، او ما بعرف اذا كلهم، خلينا هيك نعرف شو هي اكثر الاعمال يلي تثير الحس الفني عندك اكثر من غيرها. تمام. هلا بصراحه دائما موضوع المراه بحسه هو اكثر واكثر واجمل مدلول فني وموجود عندنا، يعني ممكن نحن نعبر فيه. الأنثى شو ما رسمتيها بتكون غالبا حلوه، حتى بحركه شعرها، اذا كانت حزينه بترسميها شيء، اذا كانت دلوعه او هيك، يعني نفس الوقت حركه الايد مثلا بانسيابيتها بوداعتها، انه دائما بحب بحس الأنثى هي عنصر اساسي ومحور اساسي بالرسم، بحس اللوحه انه يعني بتكمل فيها تكمل جماليتها. سماح، ايضا عم نشوف لوحات داخلها حروف باللغة العربية، عم نشوف يمكن كتير موضة هالشي، إن كان بالتياب إن كان باللوحات، عم تعطيها وتزيدها من الجمالية. الخط العربي كيف دخلتي بلوحاتك؟ ايمتى وشو هو السبب؟ هلا انا الخط العربي بحكم اني انا درسته من الصغر، فانا بحس هو بضيف جمال وجاذبيه للوحه، هو اصلا يعني كيف حطيتي الحرف العربي دائما بيكون حلو وبيحلي اللوحه باسلوب معين، ففعلا هو موضه، بالاضافه لانه هو بيعمل اضافه جميله للوحه مثل ما حكيتي بكل شيء، يعني فانه دائما بحب ضيفه ولو هيك يعني بجمله بسيطه او كم حرف، بحسه كثير شيء اساسي وحلو، وحسب كل لوحه او كل رسمه يمكن هي بتحكي تتطلب شو بحاجه. تمام. مثلا بترسمي ملويه حلو تضيفي فيها حروف عربيه، ترسمي يعني هيك اي شيء. سماح، شاركتي بالعديد من المعارض الفنيه والجماعيه، صحيح؟ خلينا نحكي عن مشاركاتك، شو هي كانت مشاركاتك بهي المعارض، وخلينا نحكي عن اهميتها. تمام. هلا دائما نحن الفنان لازم يكون على صله دائما مع المعارض لحتى يشوف الوجوه الجديده والقديمه من الفنانين الكبار اللي عندنا بسوريا، بالاضافه ليتعلم تكنيكات، اساليب، الوان، يسمع نقد، يسمع يعني هيك، ويضل يعني متلامس مع هذا الوسط، بحب يشوف معارض بتنور، بتعلم كل شغلات. هو دائما احنا بنحاول نحضر غالبا المعارض بنشارك فيها. هلا في معارض عندنا بالشام كثير خاصة الفتره، مثلا مركز ثقافي كفر سوسة، ابو رمانه، يعني والمزه، انه كثير في معارض عندنا على طول في عليها اقبال شديد، بتلاقي هلا هالفتره زايد الاقبال على المعارض، في ناس كثير مهتمين
بالفن عم يظهر مثل اي حدا. في ناس الى مثلا ناس بيميلوا للموسيقى بتلاقيهم بيدوروا الموسيقى، فنفس الشيء بالفن التشكيلي. صحيح، كم معرض شاركتي فيهم؟ لا كتار يعني كتار. مشارك بتفكري تعملي معرض فردي لحالك؟ ممكن، بس على المدى البعيد بحس حاليا موجودة بلاقي حالي بالمعارض الجماعية أكتر. تمام. سماح، دايما بيقولوا السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، ولكن اليوم بحسب شغلك وبحسب لوحاتك قديش شويك ساعدتك السوشيال ميديا على الانتشار بشكل أكبر، الوصول إلى كل شرائح المجتمع وإلى كل العالم أيضا؟ خلينا نحكي كيف علاقتك بالسوشيال ميديا، وقديش هيك بتحسي أنه إن كان إنستغرام إن كان فيسبوك تويتر، قديش اليوم هيك عم يعطوكي هي المساحة من النجاح وأيضا استقطاب ردود أفعال الناس إن كانت سلبية وإن كانت إيجابية؟ لا، السوشيال ميديا كتير أساسية صارت بحياتنا، لأنه اول شيء نحن كفنانين العالم ايه، حتى في انه معارض نحن بنعملها بتكون بالالكترونيه على مستوى انه العالم مصر كذا يعني. فبالاضافه انه مثلا نحن كفنانين مثلا ممكن نشوف نتعرف على فنانين يعني اجانب على طريقه تكنيكاتهم سكمن الالوان طرحهم. هو العالم الالوان مثلا تحس الالوان هي اساسيه بحياتنا، يعني ما متخيل حياتنا ابيض واسود يعني. بس فانه كثير فيها السوشيال ميديا تعرفت على كثير ناس فنانين كبار، الناس يعرفوني، حتى انه ممكن انه بتطرح لوحه اسمع نقد، اسمع ناس بيحبوا يعني، اعرف كمان هيك تفاصيل معينه. حسيتي انه المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حققوا لك انتشار او دعم اكبر من مشاركتك بالمعارض الجماعيه؟ هلا له علاقه طبعا النت، لانه هو بحكي بصراحه انه اكثر لا هو اكيد له، لانه الناس بتقعد على النت اكثر ما تروح على المعارض. يمكن انه هلا بروح على المعرض غالبا بكون هو حدا هاوي او له مرأة، بس ممكن العالم لها مرأة مثلا تروح هيك، فلانه انه هو اسرع واسهل انه الانسان يشوف الرسم وكذا. كم متابع عندك؟ كم متابع عندك؟ نعم. سماح، يعني حكينا عن الألوان وحكينا عن اللوحات، ويمكن شفنا كتير لوحات جذابة للنظر من خلال الألوان اللي فيها جرأة كتير كبيرة. بختام حديثنا اليوم، إذا هيك حدا حب يعمل كادو مع سماح أو حابب شي لوحة محددة، كيف فيه هيك يوصل لك؟ كيف فيه يطلب منك؟ وهي اللوحات وين فيه يشوفها؟ هلا انا غالبا بحط لوحاتي في عندي صفحه بحط عليها لوحاتي. أوكي. بالاضافه انه انا متواجده بالمعارض وهيك. في ارقام للتواصل؟ يعني للهدايا عم تقول لي انه هدايا ممكن انه هدايا بدنا نتواصل معك لحتى ناخذ لوحه، او نحن بدنا هي اللوحه عجبتنا، كيف نقدر نوصل لك؟ صفحتك على الفيسبوك سماح زرزور. سماح، نحن كثير بدنا نتشكرك، شكرا كثير على يمكن هالروح الحلوه اللي قلبتي لنا اياها بالالوان. شكرا كثير لك. شكرا لك.